أحدث هواتف شركة أبل تباع في الصين حتى قبل طرحها في السوق الأمريكي، لكن الحقيقة أن هذه الهواتف ليست سوى نسخ مقلدة من آيفون 6S، نسخ مقلدة إلى حد صعوبة كشفها، لكن يمكن وصف أدائها بالكارثي. وفي حين تعمل هواتف أبل بنظام التشغيل iOS، فإن هذه تعمل بنظام أندرويد. أما سعرها فلا يزيد على عشر السعر الحقيقي للآيفون، واقع يجذب عددا من المستهلكين الصينيين الذين ربما لا يملكون ما يكفي من المال لشراء الآيفون الأصلي. أعتقد أن بعض الأشخاص الذين لا يملكون المال ويريدون الحصول على آيفون 6S سيفكرون في شراء هاتف مقلد، فتصميمه يشبه التصميم الأصلي بنسبة 99%. وعلى الرغم من أن لأبل متجراً رسمياً وحيداً في مدينة شنزن، فإن أكثر من 30 متجراً تبيع منتجات الشركة الأمريكية، متاجر تستوحي من أبل كل شيء من طريقة العرض حتى أزياء مندوبي البيع. الكثيرون من الشباب يحبون أبل، وبمجرد مرورهم بالقرب من متجر يرفع شعارات للشركة يسارعون بالدخول للشراء، وحتى لو كانت المنتجات مقلدة فهم لا يبالون، كل ما يريدون الحصول عليه هو منتج يحمل شعار أبل. الجدير ذكره أن أبل تملك 22 متجراً رسمياً في الصين، وتنوي رفع هذا العدد إلى 40 بحلول منتصف عام 2016، فالسوق الصيني يؤمن للشركة الأمريكية العملاقة أرباحاً تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.